رجعنا لحضراتكم مرة تانية في أول فقراتنا في برنامج أمنية مصرية النهاردة. الإنسان أي إنسان مهما كان شأنه ومهما كان وضعه ومهما كان سنه يقدر يتنازل عن حاجات كتير قوي في حياته. يقدر ما يروحش مصيف، يقدر ما يركبش تاكسي، يقدر يستغنى عن أكل، ممكن ما يشربش حاجات غالية، لكنه لما يروح لدكتور ويكتب له رشدة الدواء ما يقدرش ما يجيبهاش. الدواء للبشر هو الراحة من الألم، وهو في إيه أصعب من الألم ممكن يواجهنا؟ أوقات بيبقى الموت أرحم من الألم، وإحنا بنبقى شاعرين إن الألم هو مواجهة للموت. فالإنسان بيعتقد إنه لما بياخد علاج بياخده علشان ما يموتش، لأن الألم في تفكيرنا وعقيدتنا هو الطريق للموت. أنا شايفة إن أهم صناعة يجب أن نشغل بيها بالنا وتاخد جانب كبير من تركيزنا هي صناعة الدواء. صناعة الدواء موضوع مش بسيط، ده موضوع حياة أو موت. اتكلمنا كتير جدا فيه إحنا وغيرنا، لكن في حاجات كتير ما اتحلتش وحاجات أكتر محتاجين نلقي الضوء عليها. علشان كده بنناقش النهاردة في حلقتنا الموضوع صناعة الدواء في مصر، ومعانا فقرتنا الأستاذ الدكتور نبيل محيي عميد كلية صيدلة سابقا وعضو مجلس علماء مصر. أنا يا دكتور شرفنا الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية. أهلا يا فندم، أهلا بحضرتكم. هبدأ مع حضرتك يا دكتور علي. الفترة اللي فاتت طلع على الفيسبوك تحذيرات وتنبيهات كتير جدا إن في أدوية بتسبب الوفاة، وإن المضاد الحيوي الفلاني تسبب في وفاة أكتر من حد، وإن الدواء الفلاني ده دواء مخشوش ويؤدي إلى الوفاة. الكلام ده إيه مدى صحته؟ يمكن من حوالي شهر كنا بنسجل حلقة هنا في قناة دريم، كان على الهواء مع الأستاذ وائل إبراشي وكده بالليل، وكان الحلقة الفقرة اللي قبل منها كان هناك مداخلة تليفونية من والد طفلة توفت لأنها أخذت حقنة مضادة حيوي في صيدلية. الحقنة دي اتكتبت لها في المستشفى وطلع والد طفلة صرفها من الصيدلية وضربها جوه الصيدلية وكده، واللي حصل انه البنت حصل لها انافلاكتيك شوك، يعني حساسية جامدة أدت إلى أنها لم يتم إسعافها في بس وقتها. ده مش عيب دواء، ده عيب دكتور اللي كتب الدواء من غير تيست حساسية. بص حضرتك، هو القصة ليها رولز طبعا. اتفضل. أنت أي حاجة في الدنيا بتاخديها حقن أو كده لابد من أن حضرتك تعمل لها اللي هي حساسية، اختبار حساسية. أيوه. وليها تكنيكس معينة يعني. ولكن الصح أنها تتعمل في مستشفى، المستشفى دي بتبقى فيها إمكانيات أكتر لو حصل حاجة زي كده، فبيتم انك تقدر تلحق المريض بال على اساس انه هو امكانيات المستشفى اعلى من الصيدلية. ولكن الظاهرة بقى في محافظة الفيوم من حوالي اسبوع او 10 ايام حصل انه مدير الشؤون الصحية في الفيوم نزلت منشور بتحذر فيه من استخدام نوع معين من أدوية المضادات الحيوية. أيوة. بيتم استخدامها بكثرة، ونزيل المضادات الحيوية عملت النوع ده بالذات عملت حساسية في حالات كتير. النوع ده مصري ولا مستورد؟ لا هو مصري. مصري. ومعظمه بيتصنع مصري يعني. سواء أجنبية، شركات أجنبية على أرض مصر أو شركات مصرية برضو نفس القصة. الظاهرة هنا في الآتي. إيه بقى؟ إنها حضرتك لو هو شركة معينة لمنتج معين هنقول ان هناك مشكلة في باتشاية في المصنع ده. أيوة. انما لما بيبقى كذا مصنع في
يبقى المشكله في الكومبوننتس او في الماده الفعاله. الماده الفعاله وزارة الصحة طبعا أخذت موقف وبدأت أولا نزلت منشور في حاجة اسمها قسم اليقظة الضوئية. قسم اليقظة الضوئية ده موجود في وزارة الصحة، ده أساسه أنك بعد ما بتنزل بمنتج في السوق بيتابع حركته وبيجيله معلومات عن أي أعراض جانبية أو أي مشاكل بيتم رصدها، وبناء عليه بيبدأ اتخاذ الإجراءات اللازمة. وإحنا مشتركين كمصر مع اليقظة العالمية، بحيث لابد ان احنا نقول، لانه على مستوى العالم حضرتك لو سمعتي على الفالزا بتاعنا اللي هو الدول اللي كان فيه شوائب مسرطنه، ايوه ده كانت مشكله عالميه واحنا في مصر مشينا تبعها. فانا لما حصل القصه دي اليقظه الضوئيه نزلت وبدا النهارده التفتيش الصيدلي المصري ينزل يعمل سحب عينات من الحاجات دي. طب هل بيتم محاسبه بقى اللي قاموا بتصنيع مثل هذا الدواء؟ ما انت حضرتك اساسا احنا لازم نعرف سبب ايه اصلا. ايه السبب بقى لحضرتك الحقن دي؟ انا ما اقدرش اقول لحضرتك الاسباب الرئيسيه، ولكن توقعي للقصه هتمشي ازاي. هذه الحقن اللي هي صفه تراكسون فيها ميزه انها بتتاخد مره واحده في اليوم كل 24 ساعه. كويس. فالام او الحاله اللي بدل ما تتضرب مرتين او ثلاثه في اليوم رايحه جايه على ضرب حقن هتقول لك شكه واحده. كويس. فالاطباء كتير بيحب يدوها، ولكن من كتر استخدامها هناك بعض الناس معدوم الضمير بيغشوها. لما تلاقي ظاهرة أكتر من شركة ممكن تكون، أنا بقول لحاجة توقع أتوقع. ولكن لسه في هناك تحاليل وهناك عينات هتتسحب والحاجات دي كلها هتشوف قصتها إيه. الصحف المنظومة كلها هو أن يطلع منشور التنبيه على جميع صيدلة مصر، حماية للصيادلة وحماية للعيانين، ممنوع شراء أي حقن مضادات حيوية إلا من مصانعها. ما يتم الشراء من أي مصدر في أي حتة إلا من المصانع بتاعتها فقط لا غير. منع عن الغش. ويبقى في فواتير موجودة مع كل صيدلية إن الحقن دي موجودة من الشركة الفلانية، لأنه أقدر كده أحمي كل بتاع، لان الصيدلي ما بيبقاش عارف ده لما بيجي له الحقن دي خلاص حقن شكل العلبه بالظبط بالظبط، بس ايه جوه الحقن محدش عارف. وبالتالي الظاهره دي لابد ان احنا علشان نعالجها تيجي من هنا، تيجي ان انا من الاول اامن كل منتج، لان في الاخر المريض هياخدها منين؟ من صيدلي. فانا اامن اللي داخل، يبقى انا حميت الصيدلي. ايوه. وحميت المريض ان انا اخدها الحقن بالذات. اشكرك يا فندم.